ولان هي شوف اما لان هاكو علم تونس خوي هنا دخلنا بلاكت اسبانيا ولهنا دخلنا الاسبان الفلفل في بولندا ما راهوش شبابة نتاع الشوفره ماك السبابه السيفتي هذوكم من الكوندويت اللي مفاتح هنا تاع القهوه اللي تحطوا يمشي بال هنا عندنا الشكشوكه او الشكشوك هذوما ناخذوا منهم بسطل معكم اصله زيتون يا سيدي قلنا السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل احنا تو في فرنسا بعد مدينه بيربينيون وداخلين لاسبانيا ماشيين لبرشلونه في برشلونه عندنا ديشارجمون تاع موتوريت كاتيام نهار الاثنين كان سهل ربي ان شاء الله احنا تو على الحدود داخلين لاسبانيا وباش نوريكم الحدود كيلومتر بالضبط وندخلوا لاسبانيا هذه الحدود هذه براتيكمون الحدود كنا تشوفوا من هنا هاكو عاملين البلايص نتاع الديوانه وال شرطة الحدود من هنا وعلى اليمين كيف كيف هاكو كراب البوليس متاع فرنسا موجودين لهنا بوليس ناسيونال فوالا لهنا مكتوبة ميرسي بيانتو فينسي اوتورود خاطر الاوتورود فينسي سي هاستا برونتو في النمسا خليناها 8 درجات بين 7 و 8 درجات في اسبانيا لهنا عن 21 درجة على الحدود بين المانيا واسبانيا فوالا وهذه القنطرة اللي تشوفوا فيها هي الحدود بين فرنسا واسبانيا لهنا التوروت الانوف اللي باش يعدينا بعديك على الابي سيت في اسبانيا ولهنا الناسيونال على اليمين كنا تشوفوا من هنا الناسيونال لكن الناسيونال ممنوع الكمين اكو زاد الحدود ما غادي فوالا لهنا كنا تشوفوا الكياس يتبدل ودخلنا لاسبانيا 0 كيلومتر ابي سيت علم اسبانيا كنا تشوفوا فيه لهنا بلاكت اسبانيا ولهنا دخلنا لاسبانيا تو لينا موجودين في اسبانيا هذه الحدود عديناها وتو ماشيين للفري شوب يعرفوه برشا عباد سورتو اللي يخدموا شوفير روتي اللي هو جانكويرو اللي موجود في السورتي دو لا جانكويرا باش نمشيو نعملو طله في الفري شوب غادي نلقاو شي شويه هريسه شويه زيت زيتون وشويه حكايات هكا توانسه توانسه مغاربه قالك فما حتى زازار حلال و اكسيتيرا وداخلين الغادي باش نقضيو نهزكم معايا نوريكم المجازان الكبير هذيك الفري شوب نتاع تشانكويرا وين ديجا الكمين فما باركين كبير نتاع كمين انا مشيت لها 4 سنين التالي بون نسيتها ما نفكرهاش بالسما لكن بلاصه كبيره ياسر فيها باركين كبير الكمين وفيها برشا مجازانات و فوالا هذا هي السورتي دو الستاسيون هذيا في اسبانيا بعد الحدود المازوت رخيص الناس الكل يعبيو فيه مازوت خليت الكاميون نتاعي غادي موجود على الكياس حطيته في بلاصه وباش نمشيو لل للجانكويرا اوتلت شوبينغ اللي هي من مش الشارع الاخرى نتاع الكياس نمشيو نشوفوا واش فما ما فماش كنا نشوفوا لهنا الكمين بارتو موجودين عباره على بورت معناها عباره على محطه يخفوا فيها الكمين الكل هنا يصبوا المازوت خاطر المازوت رخيص نمشيو نعملوا طله فوالا داخلين لهنا للجانكويرا اوتلت شوبينغ هذه اللي بعد الحدود كنا تشوفوا فيها كبيره وماش الجران سيرفاس الوحيد اللي موجود هنا فما بلايص اخرين برشا بلايص هي كلها كيكه كلها دي جران سيرفاس موجودين باش ندخلوا لهنا تو دخلنا من الفري شوب وين المجازانات لهنا موجودين تاع الكمين الكل يستحقوه من الكبابه نتاع الشوفره من السبابه السيفتي هذوكم من الكوندويت اللي مفتح كنا تشوفوا كل شيء موجود باه وعندك لهنا كيف كيف زاد هنا فما كل لامبيب فما كل الضولات كي تحط الضولات كل شيء كوبر فولون تاع الـ USB ولا لهنا فما كل الماكينات تاع القهوة اللي تحط يمشي بالكاميون الفولتاج كيف لهنا ماكينة القهوة كنا نشوف هذي اللي تسخن بالواردو اللي تسخن الماء هاكا ب 25 يورو وأهم حاجة باش نوريكم هذوما العلومات خويا اللي تحبوهم انتوما
ولهنا شوف أمه لأن هاكو علم تونس خوي. هات خنيت قديش العلم اللي هنا ترى؟ العلومات هاكو بزوز ورو 95 أو علومات العالم الكل موجودين أو منهم علم تونس. نخو زوز علومات ولا لهنا عندك إيطاليا أوستريا بولندا ماروكو اللي تتصوروا في بالك هناك الأضواء تاع الديكور تاع الكمين كل ما متعلق بالكمين موجود لهنا معنا تجي لهنا تعمل شوبينج به ياسر ولا نتاع الريحة أهم حاجة هي العلومات كنا تعرفوا إسبانيا معروفة بالزيتون بتاعها وزيت زيتونة ألور أنواع الزيتون اللي خلقهم ربي كل موجودة وأنواع زيت زيتونة كل موجودة زي. الزيتون لأنه فماش تفديك في إسبانيا الزيتون بسطل معكم أصل زيتونة وين تمشي تلقى الزيت من زيت زيتونة في كل بلاصة موجودين المالح زادة موجودين في كل بلاصة لنا الحمص المنفخ اللوبيا المنفخة العدس المنفخ كل شيء موجود هاي برا تحوس في تونس سجل بينا موجودة بانواحة لهنا شو عنا لهنا عنا الشكشوكة أو الشكشوكة هذوما ناخذوا منهم تو هذوما اللي تراديسيون تاع إسبانيا الثور معروفة بالثور إسبانيا هذوما الارتيزانا نتاعهم كيسان إسبانيا كل ما موجود هاي الثور الإسباني نظم الحلويات حلويات الإسبانية كي نقول واحد نخلو نجربو منهم نخلو كعبة كفاكة بالبستاش نجربوه نظم كنا اللي موجودين في تونس عادة نظم نعرفوهم نظم حلويات نحن هواي 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 الحاجة اللي لوج عليها لقيتها الفلفل الفلفل في بولندا مرهوش الراكن الفلفل هذا هو الفلفل ناخذ شويه فلفل الكركم وال نشم في ريحه الفلفل الاحمر وكمل تعدينا لها الريستورون ماروكي مغربي حليل قلنا كيفاش تو نمشيو ناخذيو وما ناكلوش ماكله خويا تفكرنا في ريحه البلاد بون مش تونسيه مغربيه مي كوميم عندنا الهريسه لهنا هنا صوص الجريان تاكوس بمرقيز واخويا شهير كذا نعملوها في طير وانا قصدو ربي كملنا عملنا الدورة نتاعنا في جانكويرو على الحدود قضينا شو يلزم للكاميون وشوية حاجات للدار على اساس فيسا باش نقضيو هكاك وقعدنا ثلاثة سوايع سيلو المفيد نكملوا الرحلة نتاعنا ديريكسيون برشلونة نمشيو لبرشلونة فوالا الفيديو هذا قصير باش نهبطوا وحده جست حبيت نعطيكم فكرة على الحدود وعلى الفري دوتي اللي موجودين لهنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ماشي لبرشلونة ان شاء الله غدا يهبط الفيديو مزيان على برشلونة السلام عليكم